شنو اللي يغيظكم من اللطميه؟ شنو اللي يغيظكم من ذكر الله؟ من المحاضره؟ هاي توعيه. زين انتم ما شبعتوا من هاي التوعيه كل سنه وكل سنه تتعبون هالتعب هذا؟ ايش طببك هنا انت؟ وين ما كان افوت بس قول لي ايش تسوي انت هنا؟ انا مرتاح نفسيا اليوم. انجزت مهمه. هاي محطه من الكاسيتات. ايه؟ هاي كاسيتات اغاني لو حسينيه. انتم شو تسموها عندكم؟ والله شرف كبير هذا وثواب يعني. كاسيتات لطميات اللي بدي اشوفه. ايه لطميات. هاي محاضره دينيه. هذه المحاضره هذا اللي عندنا بالنسبه لنا هذا فكر ضد فكر الحزب. هاي توصلكم الطريق مو زين بنقطعها على موتكم. هسه اذا فتش بالجرارات مالتك القى كاسيتات اغاني وحفلات. مو عليك هذه شوين جاب لها هذه كيف تونس. هاي شكو شكو شو تريدون؟ هاي توعية مو؟ أنت تفهمها توعية إيش تفهمها أنت؟ أنت تدري مستحيل تفهم توعية. أنت تدري ذنب من جبناهن؟ مين بابا؟ من أبو الباص واحد. من أبو التاكسي. إي من أبو التسجيلات طبعاً. أبو الباص إحنا ما راح ناخذها من اللي روح لا حتى اللي بيوت طبين وجبناهن. ذني فكر أبو الباص ذيك زنزانة قباله مو؟ هسه أنت شعليك بيهم داري إحنا مواكلين مشربين. لا شنو اللي يغيظكم من اللطميه؟ شنو اللي يغيظكم من ذكر الله؟ من المحاضره؟ هاي توعيه. زين انتم ما شبعتوا من هاي التوعيه كل سنه وكل سنه تتعبون هالتعب هذا؟ لا 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 لا, لا انت مش تبي مو كل سنه. هاي كل يوم. كل يوم موجوده هذه. هسه احنا كل سنه ندخل انذار ونشيل عقبنا من ورا هاي الدعافيس مالتكم. تكفونا وكافي. دماغك ما يصير صوت انت جاي تحطهم الكاسيتات يجي شيء بدماغك لو شنو؟ بس دماغي انت اكو اشياء هوايه بي بس يعني من ضمنها اللي بدماغك شنو حتى افهم دماغك اذا عندك دماغ انت وعندك تفكير سليم. احنا ننزل مطلوب من عندنا سليم مو سليم هذا واجبنا بدنا نسوي. هسه انت هذا الجهد اللي تبذله ادز الوكلاء يفترون بين الباصات بالبيوت بالمآتم بالمجالس بكل مكان حتى يجمعون هذه الكاسيتات. لو هذا الجهد توفر لخدمة الشعب مو افضل؟ شنو من خدمة مقدمين هسه انتم؟ انت ما تفتهم اقول لك هذا فكر يعني هذا فكر ضد الحزب والثورة. هذا مدامه موجود احنا ما نرفع. رفيق انا ما افتهم فكرك بس التوجه والفكر السليم انا افتهمه. تدري ليش؟ لان انا اتبع الحسين عليه السلام وانت تتبع الصنم هذا اللي خلفك. وفرق بيننا واضح. احنا هذا واجبنا بدنا نأدي هذا العدو يا اخي.